صباح الخير، أود أولا أن أشرب على صحتكم جميعا، ففي الخمر الحقيقة. عنوان مداخلتي لهذا الصباح هو الآتي: هناك مؤامرة على الجزائر. في الحقيقة سوف أكتفي بقراءة نص كتبه المحلل السياسي محمد صادق الحسيني، وسأعطيكم الرابط تحت هذا الشريط. يقول المقال: صحيح أن الحراك الشعبي الجزائري يتم بأرقى درجات السلمية والانضباط والحضارة والالتزام بالحفاظ على الدولة الجزائرية وهيبتها، التي تستند إلى تضحيات 1.5 مليون شهيد، وكذلك على دورها الوطني العروبي المناهض للإمبريالية وأدواتها، وعلى رأس هذه الأدوات الحركة الصهيونية وصنيعتها إسرائيل. إلا أن القوى الاستعمارية والصهيونية، وعلى رأسها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، تريد عكس ذلك تماما، أي تدمير الدولة الجزائرية عقابا لها على مواقفها الرافضة لتسليم ثروات البلاد والعباد إلى المستعمر الأمريكي أو الفرنسي أو الاثنين معا، وكذلك رفضها أي تقارب أو حوار مع دولة الاحتلال الإسرائيلي التي اغتصبت فلسطين وشردت أهلها منذ 70 عاما. ففي إطار متابعة التحرك الصهيوني-أمريكي المعادي للجزائر، أفاد مصدر استخباري متخصص في تحليل التحركات الشعبية في العالم بما يلي حول الوضع في الجزائر. أولاً، تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لإدارة الثورة في الجزائر، والتي اتخذت من مدينة الرباط المغربية مقرا لها. يشارك في هذه الغرفة 4 ضباط استخبارات أمريكيين، وست ضباط استخبارات مغاربة، بالإضافة إلى 12 شخصا يطلق عليهم اسم خبراء تخريب، وهم من الجنسية الصربية وأعضاء في منظمة أطبر الصربية التي تمولها جهات أمريكية عدة، والتي تأسست في تسعينات القرن الماضي في جامعة بلغراد. كان هدفها إسقاط نظام الرئيس سلوبودان ميلوزيفيتش، الأمر الذي حصل في عام 2001. كما يشارك في إدارة هذه الغرفة 8 أفراد جزائريين ذو توجهات إسلاموية، تم تدريبهم لمدة 6 أشهر على أيدي خبراء من منظمة أطبر وتحت إشراف ضباط مخابرات أمريكيين في المغرب في النصف الثاني من عام 2018. وتتمثل مهمة هذه الغرفة بتنسيق كافة عمليات التخطيط والتمويل والإمداد والتزويد حاليا ومستقبلا لجهات معينة تشارك في الحراك الجزائري حاليا، وعلى تواصل مع هذه الغرفة، وذلك بهدف إثارة الفوضى والدخول في مواجهات مع قوات الأمن الجزائرية، بحيث تخلق الظروف المآتية
لتحويل الحراك السلمي إلى اشتباكات مسلحة، أي تحويل مجرى الأحداث ورسم مسار جديد للحراك وأهدافه تحقيقا للهدف المشار إليه أعلاه. ثانيا، تم إقامة غرفتين لعمليات ميدانية متقدمة لتنفيذ مخططات الغرفة المركزية، الأولى في مدينة وجدة في شمال شرق المغرب وبالقرب من الحدود الجزائرية، ويديرها 11 ضابط عمليات أمريكيا ومغربيا وصربيا بالإضافة إلى 3 أفراد جزائريين. أما غرفة العمليات الميدانية الثانية فقد أقيمت في مدينة الرشيدية التي تبعد حوالي 8 كيلومتر فقط عن الحدود الجزائرية، ويديرها 8 ضباط من الجنسيات المذكورة على إلى ضابطي استخبارات عسكرية فرنسية. ثالثا، أما عمليات التدريب العسكري فتتم في 3 معسكرات أساسية أقيمت خصيصا لهذا الغرض، 2 منهما في المغرب. يقع المعسكر الأول على بعد 28 كيلومتر إلى الشرق من مدينة العيون الصحراوية على شاطئ الأطلسي، ويضم حاليا 362 متدربا معظمهم جزائريون و28 مدربا وإداريا، بينما يقع المعسكر الثاني إلى الشمال الشرقي من مدينة سمارة في جنوب شرق المغرب وعلى مقربة من مثلث الحدود الجزائرية المغربية الموريتانية، ويبعد عن المدينة 58 كيلومتر، ويضم هذا المعسكر حاليا 284 متدربا و18 مدربا وإداريا، في حين يقع المعسكر الثالث في الأراضي الموريتانية وهو مقام على بعد 34 كيلومتر جنوب غرب بلدة بئر مغرين بالقرب من حدود موريتانيا الشمالية الغربية مع المغرب، ويوجد في هذا المعسكر 340 متدربا مع 46 مدربا وإداريا. ثالثا، كما أكد المصدر على وجود تعاون وثيق في مجالات الإمداد والتزويد اللوجستيكي كما يسميه البعض بشكل خاص بين حركة النهضة في تونس وهذه الغرف، وفي هذا الإطار أقامت المجموعات الجزائرية المرتبطة ببعض التنظيمات الإسلاموية في الجزائر نقطتي ارتكاز لها في تونس، الأولى بالقرب من مدينة الكاف الواقع شمال غرب تونس بالقرب من الحدود الجزائرية، والثانية جنوب مدينة جندوبة الحدودية التونسية والواقع شمال غرب تونس على بعد حوالي 50 كيلومتر من الحدود الجزائرية، علما أن كل هذه التدريبات لم تنطلق منذ بدء الحراك الجزائري، وإنما اتخذ كافة الخطوات المشار إليها سابقا منذ حوالي عام، أي أن الحلف الأمريكي الصهيوني كان يخطط ويستعد لاستغلال أي تحركات شعبية في الجزائر بغض النظر عن طبيعتها وطبيعة القوى التي تقف خلفها وتحركها، وذلك للانقضاض عليها وتحويل مسارها إلى مسار صدامي يؤدي إلى نشر الفوضى والدمار في الجزائر، وهو ما تؤكده مشاركة ستيف بانون
مستشار ترامب خلال الحملة الانتخابية، ثم مستشاره الاستراتيجي عندما أصبح رئيسنا، وهو الذي افتتح قبل أشهر قليلة مكتبا له في بروكسل لتنظيم ثورات ملونة في أوروبا. كما أن معلوماتنا المؤكدة تقول أن الملياردير الأمريكي الشهير جورج سوروس مشارك في تمويل كافة العمليات المشار إليها سابقا، بما في ذلك شراء الأسلحة لتزويد العناصر المذكورة آنفا بها. أكتفي هنا بقراءة ما جاء في مقال المحلل السياسي محمد صادق الحسيني، وسأعطيكم تحت هذا الشريط رابط المقال. لا تعليق لي، كل ما هنالك إني أتمنى للجزائر كل الخير، وأن يتم الأمر بسلام دون حرق دماء ودون تدمير لممتلكات الدولة أو الأفراد. آمل أن يتحمل كل الجزائريين مسؤوليتهم فيما يحدث، وأن لا يندفعوا وراء الحركات التي تريد أن تضر بالجزائر. أنهي هنا مداخلتي لهذا الصباح، وأشرب مجددا على صحتكم، ففي الخمر الحقيقة. تحيا الجزائر، تحيا الجزائر، تحيا الجزائر، نهاركم سعيد.